هذا وأكد عدد من الصحفيين والإعلاميين الخليجيين والعرب أهمية انعقاد القمة الخليجية الأربعين في الرياض في ظل الظروف الراهنة، مشيدين بالمضامين التي اشتمل عليها البيان الختامي، خاصة ما يتعلق منها بتعزيز التعاون العسكري والأمن المشترك. تعزيز العمل المشترك ووضع رؤية موحدة لمواجهة التحديات هي عناوين تصدرت بيان الرياض، حيث أكدت الجلسة الافتتاحية للقمة الأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية تعزيز المنظومة الخليجية وتطوير مفرداتها والعمل على إيجاد آليات ومخرجات لتحقيق المزيد من الإنجازات لمواطنيها. هذه القمم وخصوصا رمزية الرياض لاحتضان هذه القمة جدا مهم في إرسال رسائل ليس فقط لجوارنا الإقليمي ولكن للرأي العام العالمي أو حلفائنا وأصدقائنا في نفس الوقت. التحديات كثيرة، واليوم حتى في الكلمة الافتتاحية لمعالي الأمين العام ركز على أهمية الأمن فيما يتجاوز الأمن بمفهوم الأمن الأمني أو العسكري، وتكلم عن الأمن المائي، الأمن الاقتصادي، وكذلك شروط التنمية وحيوية التكامل استراتيجيا بين دول المجموعة. إن انعقاد القمة في موعدها وفي دولة المقر يؤكد مرة أخرى على إرادة خليجية واضحة على استمرارية هذا الكيان الخليجي في الدفاع عن مصالح دول الخليج وعن بحث عن بلورة آليات لمواجهة والتصدي للتهديدات الكبيرة التي باتت تواجه المنطقة. وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة كانت حاضرة لنقل المشهد الخليجي عبر أثيرها، حيث أكد الصحفيون والإعلاميون أن القمة وضعت ملامح العمل المستقبلي المشترك حول مواجهة أبرز التحديات وعلى رأسها الإرهاب والتهديد الإيراني الخطير في المنطقة. الإرهاب هو من الموضوعات المشتركة التي تحظى باهتمام مشترك من جميع الدول الأعضاء، وهناك رؤية واضحة في هذا الشأن. دول مجلس من الدول التي عانت من الإرهاب وعانت من الممارسات المتطرفة، ولا شك أنه دول المجلس عندما تبحث هذا الموضوع تبحث من واقع الوجع الذي أصاب دول المجلس بسبب الممارسات الإرهابية التي تعرضت إليها سواء في الداخل أو على نطاق الجوار. هذه القمة يعني طبعا هي لمصلحة شعوب الدول العربية ولتعزيز أمن واستقرار هذه الدول، وأعتقد أن يعني هذه القمة ستؤكد على تعزيز التعاون الأمني والعسكري فيما بينها لخدمة مصلحة الشعوب العربية أكثر وأكثر ومحاربة الإرهاب. والمملكة البحرين أيضا دور هام في هذه المنظومة وهذه العملية التي تحدث الآن لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه. الحقيقة التهديدات الإيرانية في المنطقة زادت بشكل كبير، فلا بد من مجلس التعاون الخليجي أن يتوحد وأن يكون هناك رؤية أمنية لحفظ أمن دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة فيما يتعلق بمصالح دول مجلس التعاون الخليجي ومصالح العالم كلها موجودة في دول الخليج، فلا بد أن نتكاتف وأن نتعاون وأن يكون هناك قرارات حاسمة لردع إيران عن هذه الممارسات التي ترتكبها في دول مجلس التعاون الخليجي. البيان الختامي للقمة جاء ليؤكد على تطور العمل الخليجي المشترك بما فيه تحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون من جهة، والجهة الأخرى سلط البيان الضوء على أهمية استمرار التعاون والتكامل الاقتصادي والعسكري والأمني المشترك ومكافحة الإرهاب. القمة الخليجية اختتمت أعمالها بالتوافق على ضرورة تعزيز العمل المشترك والتصدي لجميع التحديات التي تواجه المنطقة وعلى رأسها الإرهاب. سهير عصفور لمركز الأخبار الرياض.